السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، في هذا الفيديو سأقدم لكم البرمجة المقررة لبث الدروس على القنوات المغربية، القناة الثقافية والأمازيغية وقناة العيون ليوم غد إن شاء الله 12/4/2020، على أمل أن تشاهدوها على التلفاز، وإذا تعذر عليكم ذلك سنقوم برفعها على قناة